السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية أخوان. يوم جديد، موضوع جديد ومغامرات جديدة بإذن الله، بدون أي مقدمات وبدون حكي زيادة. هدول حطوا نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هذا أهم إشي، نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعدها بتحط لنا لايك، إذا مش مشترك بتشترك، أنت وزوجك وأنت وكرمك وأنت وأخلاقك معنا. طيب طلع لي جاي، مطلع 2 2 4 6 8 10 12، طلع 12 حبة. خلينا نفرجيكم اياهم بس سريعا يعني، وانتم معايا. طيب انا مطلع 12 حبة، الجو شوي حامي، من ضمنهم في فرخين قدام، وبدي اطلع كمان الفراخ اللي هون. هسا هدول زي ما انتم عارفين انا بنشرهم تنشير. في هذول اولاد البلجيكي على الكشميريه، هذا وهي اخوه، نوريات اخوان، البواز اخوان، هذا فرداوي وهذا فرداوي. اليوم بدي اصفر عليهم بس. هلا صلي انا اسبوع تقريبا او اكثر شوي بتركهم براحتهم زي هيك، يعني بطلع، ركز معي، بطلع بخليه يلعب على السطح، احيانا بفز لحاله ما بقرب عليه، ممكن في هذيك اليوم فسد فريق هناك، مش فسد هو برحل بس بتوعى قاعد على المنطقه. هي اول واحد طلع، هذا ما شاء الله يا اخوان له معزه خاصه، هذا اول فريق طلع على السطح، اول فريق، هذا اول فريق طلع على السطح، والفريق نمرود مش قليل. اليوم طلعت معهم شوي اكمل حبه. طبعا ما فيش شيء اسمه تاع صبح وتاع موعد، خلص كلها رمت الحمام. يعني كل عام وانت بخير. النوال الاحمر طلع، النوال الاصفر طلع، هذا اصغر فريق برضه كمان بالموجودين. يعني الحمام انا مخلطها القويه مع الى اخره. طيب زي ما شايفين هذول ما بطلعهم غصب، يعني ما بفوت على الخشه وبطلعهم غصب، بسيب براحته. ها هاي البوز طلع، هاي اخو البوز الثاني طلع، شو ضل؟ ضل زنجورينجو، المراس الاحمر والمراس الاسود. هاي المراس الاحمر، ابو سمراء يلا تعال، يلا قول واحد. ما شاء الله بيمشي على علقه علقه، طالع ابو سمراء طالع مشي. طبعا طلع قاعدين الفراخ بتاكل قتله. هاي ابو سمراء طلع، ابو سمراء حبك شحبرني. طيب تمام لهون، تمام سكرنا الباب، خلينا نطلع على الأحباب. زي ما تشايفين طبعا هذا البوز لاحق البوز، هذا أخوه لا مش أخوه، هذا أهلي تانيين. في بوز من البواز هذا أخوه، بس أخوه قبل سنتين يعني أخوه بندز صار له سنتين، هذا من نفس الأهالي. زي ما تشايفين تاركهم معاهم، هسا شوي بدي أصفر عليهم، بدي أصفر عليهم وأطلعهم. الجو شوي اليوم حامي، مش شوي، منيح. هذا ايش اللي هناك؟ لا هذول الكبار، ما شاء الله كبار البرحل، ما في مشكلة إذا الفراخ صارت تلحقهم، خليها ترحل معاهم، ما عندي مشكلة. أنا ببني الفرخ يكون مرتاح وماخذ راحته على الآخر، على الرفص وعلى السطح ويلعب براحته. دخليهم شوي، بعدين ايش؟ أطلع فيهم. طيب، لعبوا وتكتكوا أمورهم، هاي بنزل وبطلع بدي ياكل الفرخ الهلس. خليني شوي ارحل النوري. هايهم كلهم هون، خليني هسه شو يا هلس ولا خلينا نطلع فيهم، خلينا نجيب هذول الفرخ الاسود. هاي طلعوا كلهم، هاي النوري الاصفر طلع الفراخ معهم، طلع الفراخ بتلاخم قاعدة، الإخوان لحقوا بعض. يلا 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 مش مشكلة مش مشكلة، النور الأصفر عجق الدنيا. طلع 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 البواز، الصلاة على النبي كيف؟ شو عملوا شو عملوا الفراخ؟ طلع هذا الحكي وارد، إيش هذا؟ النور الأحمر والمراسلي الأحمر. طلع طلع الفراخ كيف تحط؟
طلع. أم الفراخ هذا باقي حاطط ورا 8. حط منهم قديش؟ 2 3 4 5. في 3، في الأسود هيو طاير معهم، وفي هذا هي القراقطة. القراقطة هذا بالبلاش كمان طالع زي ثوب القراقطة. وفي الفرخ، أصغر فرخ على السطح، وينه؟ مش عارف وينه. أيوه أيوه على هذا هون. إذا في بوز. طيب هذا قلت لكم أول فرخ طلع من السطح. طلع صلاة على النبي. طيب الجو شوي حامي، هاي الأسود داعس معاهم وأموره تمام. طبعا الأسود، خلينا أفرجيكم شغلة. الأسود هاي أبوه، هاي أبوه، هاي تحتيه برضه فرخ واحد طلع، وهي الأم هاي. وينهم؟ هيو لسه ايش؟ شابكات. طبعا طلع الفرخ اللي حط، ما رحت لحقته وكشيته، ما هيك بده يفسد. هيك انت خوفته من السطح، هيك شليت امله انت للفرخ. لا خلص، هي اللي طاير هي في بوز، هي طلع البوز، هذا بوز، هذا فرخ. ايوه هذا فرخ. طلع اخوك كيف لحقه؟ اللي طاير بخليه طاير، واللي لف اكمل لفه وحط، الله يعطيه العافية وما قصر يعني. لسه جايين 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 إن شاء الله بفوج أسطوري. طبعا في فرخين، ضل فرخين، ضل المراس الأسود والبلجيكي هذا الفاتح. هاي طيارات مع بعض وشبكات، يعني طلع ما شاء الله حبات. ايوه با ومصور قاعد انا. هاي الاسود، هاي هاي لحال. شايف الاسود انت؟ ايوه اخر واحد صار بالعق. هذاك وين معاهم؟ وين والله مش قايمه. هي مطرف. في فرخين لسه طيرات. فرخ ما بنكرش بيوم وليلة، بدك تطول بالك عليه، يعني بدك تطول بالك عليه، يعني هيهم بيلعبوا، بنطنطوا، ماشي، راح، رحل، إجا، ودى، جاب، بخليه براحته، أخريته بنكرش، يعني هاي في كمان في، أنت عندك فرخ لدراجون، والمراسل الأحمر، هاي المراسل الأحمر هذا، وأخوه فرخ بواقي الخمسة، هيو طاير معهم، يعني هذا فطم جديد، المراسل الأحمر، وأخوه بواقي الخمسة، هيو طاير معهم، طلع بالصلاة على النبي. والله هذول لو طلعهم شوي بس هيك على البراد لا يبدع، بس لسه صغار. خليهم. طبعا الحمام الكبير اللي حطت الفرخ، لسه الفرخين هذول لسه طايرات. هاي المراس، هذا المراس لاخوه الفرخ. هاي هذا ملبس تلبيسه، هاي بجنب بعض الاثنين اخوان، واحد مفطوم جديد واحد بواقي الخمسه. هذا الدراغون الاسود اللي طايل لحاله، وهي الفرخ. لا والله هذا الدراغون، هيو هذا الدراغون الفرخ اللي مزوبع لحاله. هاي في الفرخ هذا حاط، هاي الفرخ هذا الاسود مش عارف يحط. هاي لف 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 يا عيني عليك. هاي حط، ضل ايش؟ فرخ الدراغون الاسود هيك. امورهم تشرح القلب، هيك امورهم تشرح القلب. طبعا واحسن وقت لهاي الامور هي الصبح، احسن وقت لهاي الامور هي الصبح، بس انا بحكم شغلي ما بلحقهم الصبح، فبحاول اني شوي اشتغل معهم عصر او مغارب، يعني على المغرب او العصر، يعني لانه احسن وقت. الفراخ معروف الصبح، الصبح ابداع، كرش جرد بيروحوا بلفوا الدنيا، يعني بيطلعوا زي رصاص. بس برضو يعني ياما كرشنا وجردنا وكل شيء على فترة العصر على مغرب، بكون الجو إذا كان الجو مناسب بنطلعهم أبكر شوي. لأنه الأصفر هسا الفراخ إذا فتحت لهم الباب، النية إذا فتحنا الأبواب يحبسوا. ها تعال جاي النية. يعني الفراخ شوي مش جوعانه، لقيت بالمعلف وين في شويه علف، يعني هذا دليل انهم ماكلين.
مع انه ما بصير يكون في علف، مش عارف مين حط لهم. انا شاكن ابو شاهم لان انا دائما المعلف بفضيه، كيف فايت العلف جوا مش عارف. عندنا الاصفر فات، البلجيكي فات، راس الاحمر فات، هاي هذا برضه فات، النوى الاحمر قاعد بدور على اكل. النوى الاحمر على الرفصة، وظل ايش الاسود، هم الاثنين الاسود مش صاحي لسه، واقف على الرفصة. طيب طبعا هاي حبستهم، حطيت لهم علف، امورهم تمام. هاي اخذوا جولة اليوم حلوة ومرتبة ومتكتكة. طبعا ما شاء الله، طبعا لسه في كمان يا اخوان ان شاء الله فوج فراخ طالع. يعني في عندكم الحبتين هذول اللي كانوا نكشط راس السود، هذول على الذبح شكلهم. هذا باكل كمان. في عندكم كمان تحت تقريبا 6-7 فراخ اذا مش 8. في عندكم برضو هذا فرخ بلجيكي، هذا شبه مفطوم يعني. في عندكم برضو هذا هون فرخ بلجيكي، بسم الله، شبه مفطوم. في عندكم هذا برضو المزهور، وهذا لسه الجواز اخوان كلها ياها شغالة بمشيئة الله، كلها تحتها بيض. لكن صار شوية امور هذولك عشانهم اول بطن اللي برا، اللي برا يعني يجيكوا شوي شوي. هذولك شامرة، بسم الله، الزومبي على الكشميرية، هذول لسه ما باضوا، سطيرة وموسعة. في عندكم المطويق الحمر، تحتهم بيض، اوكي امورهم تمام. في عندك النحاسيات، كربلات، برضو امورهم تمام. عندك الهومر، تحتيه بيضة واحدة بس، الطيرة بيضة. في عندك الجوز، اليهوديات، اليهوديات هرمات، هدول الايس، محجلات، مختمات، تحتيهم هذا الفرخ. الشكالي الحمر حضنا بيضهم، المطويق تحتيهم بيض زرق، هذول للأسف كشامرة كسروا بيضهم، هذول لازم يتسحب بيضهم على طول، كان أول بطن نجرب فيه. هذول تحتيهم بيض، شقارب عليهم ليكسروه. هذول كشامرة برضو ما بعرف، لازم تبيضها اليومين، هاي لسه مستناها. هذول برضو كسروا بيضهم، الهبايل طويق الحمر، المساويد تحتيهم بيض بس الله العليم مش مخصب، مش مخصب اليوم كالمسة بدي اشوفه، اذا مش مخصب عشيله. المورديات تحتيهم بيض، خليتهم زي ما هم. مسودات الشوكولاتة يا بايضة، مسويد الشوكولاتة. السيكيات ايش هون بصور قاعدنا، السيكيات لسه تركيب جديد، طلع الريحاني شو عامل، دمر الدنيا الريحاني، شو لحب تلبيسة، كسر البيض الثاني، ابو راس مش مشكلة، اول بطن هذا كله عشان نجرب فيهم. يعني هاي الامور واردة وعادية. حبسنا الفراخ، ضلوا هذول يلعبوا لي برا. طبعا هون المطير اللي فيه الحبات هاي كلها، العروق وما شابه وإلى آخره، راح أفضي هذا المطر، هذا راح يكون للفراخ برضو كمان، نطفه طلع كيف وسخ، بده تنظيف والله، بده أفضيهم ولا أطفه، خلي زي هذا. يعني لسه اليوم أو بكرة إن شاء الله راح أفضيه. هاي هون الحمامات،
اللي بدي اشيلهم عن السطح. خليك شوي معي. هذا شكلي خلص نفذ اموره، بطل يطير. الامازوني جنحه لساته مش راضي يزبط، يعني بنشيله عن السطح بنشوف حدا اذا بزقه. في عندكم هذا المحيل لابو شهم اللي بيعه البوز، هذا لابو شهم تمام. في عندكم اللهم صل محمد، في طيرتين، هاي الطيره وهاي بدي اشيلهم. السكري البوز لحلس هذا، هذا وهذا البوز لحلس، هذا بالغلط فايت هون اشيله تمام. البربريس الاحمر راح اشيله يا اخوان، الطير هذا اللهم صل على سيدنا محمد. هسه مخلطات فيش فيها قويه ومش قويه، كلها مخلطه. يعني شو عندكم من تاون الصبح ولا واحد؟ على اساس اني انا يعني بصم لما بفتح لهم الباب بيحبسوا لحالهم، فكل واحد عارف خشته. فيش غير هذاك البوز من تاون الصبح لابس برتقاليات، اللي لابسين حمر زي هيك تاون القويه. في هون طلع، اللهم صل على سيدنا محمد. البتنجاني طبعا يا اخوان ما حد يقول لي على الخشش، اليوم بدنا ننظف البتنجاني. بدنا نجيب له طيره، مسود القراقطه نجيب له طيره. في عندك السيكي نجيب له برضه طيره. المنفاخ المشمشي ممكن نجيب له طيره. السكسفون يا نجيب له سكسفونيه سوداء يا نحطه على المزهوره السوداء. كشمير بدي اجيب له طيره. شو في عندكم كمان؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الزومبي هذا يطيرته الهمراي، الابلق الفاضح حيطيرته. لسه برضه بدنا جنون عشان نجمع كمان جواز باذن الله، بدنا نلحق بس شو نجمعهم سريعا سريعا. هاي الفراخ كل واحد قاعد بيطلع على علاقته اموره تمام وعال العال. وهي هذول برا، هاي نفتح على اللي جنبهم. بسم الله، هاي نفتح لكم هذول. حلو هذا طلع وانا بفتح بالباب. طب اصبر، ايش هذا القويز؟ هذا طلع على السما على طول القويز. طلعوا على طول. طال الفراخ، الفراخ شو ضل في جوا؟ والله ضل في هذا الكشمير، هذا صدناه، وهذا مسود القراقطة صغير صدناه برضه. كله اطلع. في الكشمير هي هي الفوق بالعالي، هذا تاع السطح القديم. طبعا احلى اشي انه هذول مخلطات، يعني في اشي مع تعون الموعد وفي اشي ايش تعون الصبح. عشان ايش كسم لحقهم؟ شو هذاك اللي بيشلف لحاله؟ القويز. القويز قاعد بيشلف ليش ليك لحاله؟ طلع امورهم على حاله بالسليم. بالعالي ودعسوا يا اخوان. هذا مش القويز، استنى استنى استنى، هذا الكشميري تاع السطح القديم قاعد بدور بده يروح. مش مشكله بروح بروح برجع لعلاء. هاي الحمام عليت صارت بالعالي. طبعا انا يعني من الجو مش شايف اشي، طلع بس بالصلاه على النبي يعني لانه ريشه واقع. هاي الكشميري هذا تاع السطح القديم، اذا بروح بروح لعلاء طبعا ان شاء الله. وين راح؟ كنت شايفه هسه بطلت شايفه. هاي الحمام بزرت فوق صارت. العاس ابو طلال عاد الجو حامي والله. يلا اذا هو فركها بوجهه على فكره الكشميري، اذا رجع بشيك مع علاء على المسا، واذا رجع عندي خلاص هيو عندي.
والله الحمام ما شاء الله بزرت بزرت، طبعا فيها من القوية عشان هيك بلشت ترمح. طلع وين صارت تقالب؟ هاي وريشة واقع هيك ما شاء الله، هاي هيك وريشة واقع. طبعا فيها حبتين صيد، حبتين صيد، واحد منهم كشميري واحد صيد، ولا جاري قريب يعني مش بعيد. طبعا مش انا جاري اني انا يعني زلمه طميص او اشي، هو انا وياه الزلمه صيد يعني، فانا دائما اللي بصيده بكشه حتى لو يعني جنبي، وكثير اشياء صدتها وكشيتها وروحت لاصحابها هون، بس هذا قاعد عندي ومن زمان انا صايد اصلا ورميه وهيو لبد، بس اخرته يروح يعني لانه حيشوف سطحه، اذا كان هو من قويته قويته بروح له، اذا كان جديد الطير خلص ضل هون لبد. يا ردت رجعت كشميري زوبع طبعا فاط، شوف رجع ولا لا. طبعا انا شلت عنه الطيره وشلت عنه كل شيء، قلت خليه يروح او يضل هو مزاجه. طلع في حب ثلاث حبات هذول، روح بسوقوا هذول. طبعا هاي الحمام حطت كل امورها تمام، كشمير لسه ما جاش. طبعا صار طلع لي عروق انا، ليش؟ خليك معي. بتقوا قاعد بنظف بالخشش، هاي الخش الاولى طلعتهم نظفتهم، هاي المطير صار بلمع زي خويه وبلشان يعني، فتح على خشه خشه طلع هون شباب قاعدين لي بتلعوبوا كلهم. ايش مسويت؟ مالكش على الاكشن؟ طلع طلعناهم كلهم. طبعا لسه في هون قسم كمان، هذا هسه بطلع قسم البطبرطات، هدول بنطلعهم ننظف تحتيهم برضه نفس الشيء، العروق مع تشكيله مع خربطه كلهم طلعت. الله ما شاء الله. يعني قاعد بطلع الحمام، بطلع عليها وهي طايره زي هيك بفقد ريش، في ناس يعني في طيور منهم للأمان فيش ريش، هذا اللي مسود فيش ريش، اللي مسود الأسود هاي بس طاير معهم شابك معها واموره تمام، اموره تمام وعال العال. ها لعبسه فسد غاد، لعبسه طويل، هذا طويل مش قادر يشيل حاله مو. تعال تعال انزل انزل هون، تعال انزل هون. رجع شوي المسويد لحم الاصفر برضه فيش فيهم ريش، خليهم يحطوا مش حمام تعلى قاعدة. هاي الاصفر ريح كمان لسه قاعد بحكي عنه، هذول كلهم لسه هذول يعني صار لهم اقل من قديش هذول المسويد، اسبوعين تقريبا، اسبوعين او ثلاث يعني، هذا الاسبوع الثالث اليوم بس خليهم يحطوا. الحمام هيك بلشت تحط، خليها تحط براحتها طلع يعني. اخوان برضو كمان الجو حامي يعني، فوق ما هو جو حامي كمان ريشة واقع يعني، يخلف عليها ما قصرت. طلع هذا الصيد صيدينه، ايوه طالع معهم واموره تمام. طيب هيك ان شاء الله بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، لا تنسونا من دعمكم تعليق لايك اشي مرتب، يعطيكم الف عافية ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.